أذكر في نيوزيلندا في العام الماضي، كنت في يعني كنت أدرس الإنجليزي. الشاهد اتصل بأحد الشباب الخليجيين، قال يا شيخ عندنا شخص فرنسي ويسأل عن الإسلام، ورجل ملخبط، وأحيانا يمدح الإسلام أحيانا يسب الإسلام. قلت طيب تعال أنت وياه عندي في المعهد وممكن أتكلم معه. جاء إلى المعهد وكان عندنا بريك قبل صلاة الظهر ساعة تقريبا، جاء وجلس. كيف حالك إن شاء الله أنت بخير؟ حاولت أتلطف معه حتى ارتاح وأخذ يعني يضحك. قلت أنا سأسألك سؤالين فقط، طبعا هو فرنسي جاء يدرس إنجليزي. قلت أنا سأسألك سؤالين فقط. قال نعم. قلت السؤال الأول، هل تذكر خلال التاريخ أو خلال هذه الأيام، خلال التاريخ القديم والحديث، هل تذكر أن قسيسا أو داعية من دعاة النصارى تحول مسلما؟ قال يس كثير، عندهم برامج في التلفزيون، عندهم مواقع في الانترنت، عندهم كتب، كثير كثير كانوا نصارى وتحولوا مسلمين، بل قساوسة. قلت ممتاز، هل تذكر أن شيخا أو داعية من دعاة المسلمين تحول نصرانيا؟ قال لا. قلت لماذا؟ فعلا اسأل أي واحد نصراني، لماذا؟ لماذا أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون نصارى؟ ليش؟ قال والله I don't know، ما أدري. قلت طيب خذ النقطة الثانية. قال نعم. قلت الصلاة عندكم كم مرة في الأسبوع؟ قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الأسبوع. قلت كم عدد الحضور في الكنيسة؟ قال قليل قليل. قلت طيب نحن الصلاة عندنا كم مرة في الأسبوع؟ قال أنتم الصلاة عندكم 5 مرات يوميا، ليس في الأسبوع، 5 مرات يوميا. قلت كم عدد الحضور في المسجد؟ قال كثير. قلت لماذا؟ لماذا أنتم الصلاة عندكم مرة واحدة في الأسبوع والحضور قليل، ونحن الصلاة عندنا 5 مرات يوميا والحضور كثير؟ ليش؟ مع أن الصلاة عندهم يا جماعة ترى ما هي بصلاة، الصلاة يعني سعة صدر، يعني الصلاة عندهم يدخلون إلى الكنيسة عادي ويجلسون على كراسي، يدخل الكنيسة معه وجبة ماكدونالدز، يدخل الكنيسة معه كوب كوكا ولا بيبسي عادي، يأتي ويجلس، يشغلون موسيقى، يقرأ القسيس من الكتاب المقدس، يقرأ عليهم مثلا نصف صفحة صفحة 5 دقائق 10 دقائق، ثم يغلق الكتاب ويضعه على جنب ويقول صليتوا الله يقبل منه ومنكم، اطلعوا. هذه الصلاة والله لا فيها تتوضأ وتمسك سنة عند الحمامات أحيانا، وأحيانا الفرش ليس نظيفا، وأحيانا المكيفات خربانة، ولا الريحة ما هي بجيدة، ولا تطلع تجد نعالك مسروقة، هذا كله غير موجود عندهم في الكنائس. ومع ذلك شوف مع شدة التكليف أحيانا استيقظ الساعة 4 وصلي الفجر في المسجد، أطلع في شدة الحر وصلي الظهر، ومع شدة التكليف إلا أن الناس يزدحمون على المساجد، وهم مع يعني عدم التكلف وعدم التعب ما في صلاة. قلت له ما الذي يجذبنا إلى المساجد وأنتم ما في شيء يجذبكم إلى الكنائس؟ ليش؟ قال والله فعلا ما أدري. قلت لأن الإسلام هو الشمس المشرقة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بإيش؟ بالهدى ودين الحق. بالهدى في الأمور الاجتماعية، أمور الزواج والطلاق والاقتصاد والأمن وما شابه ذلك، ودين الحق في الأمور الاعتقادية. هو الذي أرسل رسوله بإيش؟ بالهدى ودين الحق. ليش؟ ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين النصراني، يظهره على الدين اليهودي، يظهره على الدين الهندوسي، على البوذي، على جميع أنواع الأديان. والله تعالى هو الذي تكفل بنصرة هذا الدين، لذلك كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما دام أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن لا يزال القرآن محفوظا، كذلك هذا الدين لما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال هذا الدين محفوظا إلى يومنا هذا، بل لا يزال الناس يزدادون إقبالا عليه يوما بعد يوم.